كنا شغالين من قبل كده في أمانة الشباب يعني، الحمد لله انا كنت موجوده واتجدد لي تاني، وكنت طول الوقت كنت شغاله الفتره التانيه كان اكتر الوقت مع في فتره مكان باشمهندس اشرف رشاد برضو موجود على راس الحزب. طبعا احنا ان شاء الله هنشتغل يعني ان شاء الله يكون بشكل احسن وافضل واقوى، لانه انت عارفه دايما امانه الشباب شغاله وفعاله مش بس على المستوى المركزي، على مستوى الامانات المحافظات وكده، وان شاء الله ده هيستمر وان شاء الله هيكون في دعم اكتر الفتره الجايه باذن الله.